مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا. لحقنا فقرة للعائلة وين حتكون عندنا دردشة فنية مع أستاذة المسرح المصرية حنان الديب. مرحبا بك حنان. مرحبا بك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. مرحبا بك مرة أخرى حنان. أنت يعني الوالد ديالك هو حسن الديب والفنان المصري يعني معروف كثير ومعروف مثل مع كبار الفنانين المصريين. احكي لنا يعني أنت شخص اللي زاد انولد في عائله فنيه، كيفاش كان التاثير عليه؟ يعني راهو باين انت حاليا استاذه مسرح حنان. بيان سور بيان سور، يعني انا تاثرت به بزاف بزاف باسكو يعني انا زدت في عائله فنيه كما راكي تقولي. مون بير سي لاكتور ايجيبسيان حسن الديب، وما مير تاني راها بريزونتاتريس على راديو. دونك يعني تاثرت فيهم بزاف بزاف بزاف، وحبيت بيان سور لو تياتر باسكو كنت نروح ديما مع لو تياتر شوف كيفاش يدير سور لا سين، ميم في لا ريبريزونطاسيون توت لي ريبريزونطاسيون تياترال نكون معاه، لي ريبيتيسيون نكون ديما معاه. دونك يعني كبرتي في المسرح، كان هو بيتك الثاني المسرح. فوالا هو بيتي ثاني اكزاكتومون، بيتي ثاني هو المسرح. دونك تاثرت به بزاف والكارير تاعي دونك بيان سور كملتي في هذاك كملت في الكارير هذا. انا جو سوي بروفيسور ا لونيفرسيتي دو حلوان ديبارتمون دو فرونسي على فاكولتي دي لتر. يبارك فيك. دونك وهو تاني يعني هو تاني كان يحب المسرح بزاف دوبي سون انفونس. احكي لنا شويه عليه، يعني كيفاش بدا يعني مسيرته الفنيه؟ بداها كما قلتي لي بمسرح الطفل، بداية تاع الفنان حسن الديب. بيان سور هو بدا من مسرح الطفل، مي دوبوي سون انفونس. حاب نهضر شويه على لي ديبي تاعو. الوغ دوبوي سون انفونس هو يحب المسرح بزاف. الوغ واش كان يدير؟ كان يريغروبي توت لي تو لي زونفون تاع الدار، لي كوزان لي فرير لي سور كاع لي زونفون تاع الدار. واش يدير لهم؟ يدير لهم تياتر في الدار. هو كان يدير كلش، هو كان يكتب التكست ويدير ميزان سين ويحوس على لو ديكور وعلى لي كوستيم. يعني كان يدير لهم مسرحيه مسرحيه هو اللي يديرها، هو يدير كلش ويجيبهم ويدير لهم ريبريزونطاسيون تياترال ويعني يدير لهم لامبيونس كامل في الدار. اون بلوس هو كان يحب بزاف يغني، هو عنده واحد لافوا الله يبارك. ديجا دون دي ريبريزونطاسيون تياترال كان يغني فيهم، كان فريمون سوبر. نحب بزاف يعني كان فنان متكامل. اكزاكتومون اكزاكتومون. كان يحب تاني يعزف فيولون. دونك يعني ماشي لو تياتر برك، بس كان عنده حوايج تانيين بزاف يحبهم. الموسيقى والغناء والتمثيل كذلك. اكزاكتومون اكزاكتومون. هذه البيريود تاع لونفونس. ابخي كمل في الكارير هذا كي فات على لونيفرسيتي، لا بيريود يونيفرسيتير. المرحلة الجامعية. المرحلة الجامعية كلحق بالجامعة. هو كان يدرس في الفاكولتي دي لتر على لونيفرسيتي دو عين شمس. كي راح للونيفرسيتي ولا يحوس على لو تياتر. وين راهو لو تياتر؟ يعني كان في كلية الآداب. كان في كلية الآداب. كان دائما تبع الشغف، شغف ديالو تبع الامور اللي يحبها، كان يحوس على الفرق المسرحيه في الجامعه. اكزاكتومون اكزاكتومون. كان يحوس على الفرق المسرحيه وفات للشيف وين راه الفرقه المسرحيه تاع كليه الاداب. بدا يشارك معاهم في الاعمال المسرحيه تاع الكليه الجامعه. وبدا يدي دي بري، بدا دي بري بزاف بزاف في التياتر لونيفرسيتي. الوغ في البيريود هذه كان يجي يدير لهم الميزان سين كبار المخرجين كيما بار اكزومبل الاستاذ سمير العصفوري مخرج مسرحي كبير، كيما الاستاذ محمود ياسين، كيما الاستاذ كرم مطوع. بون كانوا يجوا هما اللي يديروا الميزان سين تاع الريبريزونطاسيون تياترال اللي يشاركوا فيها لي ستوديون يونيفرسيتير في المهرجانات. وكان يدي دي بري، ادى دي بري بزاف في اليونيفرسيتي. وفي الجامعه اللي تعرف يعني خرجت الموهبه تاعو وكان عنده احتكاك مع يعني كبار المخرجين المسرحيين. اكزاكتومون اكزاكتومون. ومن هنا بداوا يعرفوا سور لو بلان بروفيسيونيل، ولاو يسحقوا باش يخدم معاهم اوسي في التياتر بروفيسيونيل. يعني كان سور لي دو بلان
كوتي بروفيسيونيل وكوتي يونيفرسيتير. مالك مسرح الهواة نقولوا في الهواة في الجامعه اكزاكتومون وفي الكوتي بروفيسيونيل، دونك ولا معروف ولا عرفوا موهبه نتاعو كيفاش يدير وكلش ولا معروف يعني. يعني شفت السيره الذاتيه تاع الوالدين الله يرحمه حسن الديب، يعني حياته كامل قضاها في المسرح حنان. اكزاكتومون، هو كان يحب المسرح بزاف بزاف يعني. سا سي سي سون من بدايته في السبعينات حتى الالفينات يعني. exactly. حتى قبل وفاته بسنوات بسنتين او هو وهو شوفي لاخر لحظه وهو يخدم في التياتر. يحب التياتر وي بصح يخدم سينما تلفزيون كل اكيد احنا يعني كيفاش عرفنا يعني البلك الجمهور الجزائري كيفاش عرفنا حسن الديب في في الافلام. اكزاكتلي ويعني عمل مع كبار الفنانين على غير عادل امام. بيان سور بيان سور. انا يعني انا حبيت نقول لك برك ك جي ريسو بوكو دو ميساج فريمون والله من البيبل الجيريان يقولوا لي احنا نحب باباك بزاف، نحب حسن الديب بزاف، نتبعه وسورتو سورتو في الفيلم تاع عادل امام اللي شارك فيهم مع عادل امام، كيما باغ اكزومبل التجربه الدنماركيه يحبوا بزاف لا سين تاعو هذه تاع مركز الشباب. مركز الشباب فوالا. ويحبوا بزاف امير الظلام، المشهد هذا تاع مولد سيدي العريان يحبوا بزاف باسكو دار دي سين كوميك يحبوها. اللي بقات في الذاكره فوالا، كانت تماركي كانت تماركي بزاف. وي وي وي. رغم انه يعني ما كانش عنده ادوار بطوله في السينما، لكن الادوار كلها كما قلت انت كانت تماركي، كانت تبقى في ذاكره المشاهد. اكزاكتومون اكزاكتومون. ما كانش يعني ما داش حقه كما يقولوا فنيا ولا سينمائيا نقدر نقولوا فنيا بيان سور، باسكو يعني هو موهبه عنده موهبه كبيره بزاف. مي يعني ما داش الحق نتاعو. مي كوميم حب الناس هذا ديما نقول شيء. هذا انا ديما نقول حب الناس هو اهم حاجه. دونك الناس يحبوا بزاف ويتفكروا ديما وجوسكا مانو على بالك يديروا دي كوميك كي تشوفي سور لي ريزو سوسيو باغ اكزومبل تشوفي باللي ديما لي سان تاوعو لي سان تاوعو هما اللي ديما في يبقاو معاهم يبقاو هما اللي يستعملوهم في اكزاكتومون في لا في كوتيديان في الحياه اليوميه يستخدموا لي زيفي كوميك تاوعو. وي وعرفت ثاني حنان انه انت والشقيقه ديالك كون يعني حابين تعاودوا تحيوا ذكرى ولو انه يعني ذكرى ما راحتش سيد حسن الديب. شفتكم باللي عندكم نشاط في القنوات وحتى في على مواقع التواصل الاجتماعي يعني دائما تذكروه وتذكروا اعماله وتحكوا عليه. بيان سور بيان سور باسكو هو يعني il mérite il mérite. عندي ما سير ماها ديب هي عندها اون شين سير يوتيوب وديما تحيي الذكرى نتاعو ومام انا ديما نحيي الذكرى نتاعو ونفوت على لا تلفزيون ميم اون ايجيبت ندير دي انترفيو ويهضروا معايا على الكارير تاعو وكيفاش كان يعني اثر في الناس بزاف بزاف جوسكا مانو يعني راهو ديما مع الناس وعايش مع الناس باعماله الفنيه. اعمال فنيه خالده بيان سور. اعمال فنيه دائما تكون خالده في الاذهان ولو ان الاشخاص يعني يرحلوا ويتوفوا لكن اعمالهم تبقى دائما في اذهان الناس. حنا شفنا انه الوالد يعني الله يبارك عنده مسيره طويله في المسرح خاصه، وشنو هي الاعمال اهم الاعمال اللي يعني اللي شارك فيها؟ بون في مسرح الطليعه بار اكزومبل شارك في العرض المسرحي العسل عسل والبصل بصل. سا سي اون ريبريزونطاسيون تياترال كانت فريمون يعني نجحت بزاف 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 واستمرت فتره طويله بزاف. هي اخراج المخرج المسرح الكبير سمير العصفوري. وشارك في مسرحيه تحت التهديد ثاني نجحت نجاح كبير بزاف تري غران سوكسي اخراج المخرج محمد الخولي. وكاين واحد اخرى حمام شعبي هذه ثاني كان عندها سوكسي كبير بزاف اخراج مخرج المسرح الكبير. هذه كلها في اي فتره يعني؟ هذه كانوا قريبين يعني في 1900 هكذا في التسعينيات. حمام شعبي اخراج المخرج الكبير استاذ ايميل شوقي. شارك في مسرحيه للاطفال الطيب والمتمرد والشهيد هذه ثاني ادى عليها جائزه احسن ممثل. هي اخراج المخرج الكبير محمد حجاج. وادى جائزه ثانيه لمسرحيه اهيا غاغر اخراج الاستاذ ناصر عبد المنعم. وفي السينما ادى بخي فيلم المغتصبون
شارك فيه مع الفنانة ليلى علوي، دونك نوجه لها تحية كبيرة بزاف باسكو نحبها بزاف بزاف ليلى علوي. شنو أهم الأعمال السينمائية اللي مثلها الفنان حسن؟ في السينما بيان سور المغتصبون باسكو كان عنده سكسي كبير بزاف مع ليلى علوي، فيلم شوادر مع مديحة كامل هذا تاني كان عنده سكسي كبير بزاف شوادر، فيلم مع عادل إمام بيان سور كان يعني تري تري غران سكسي، كيما اللعب مع الكبار، التجربة الدنماركية، النوم في العسل، عريس من جهة أمنية، أمير الظلام، يعني شارك بزاف مع عادل إمام. وكانت يعني عندها نجاح وحققت نجاح كبير، يعني نجاح كبير 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 لدرجة أنه حتى الجمهور الجزائري قلتي لي أنه يعرفوه متفكرينه يعرفوه ويحبوه بزاف، وأنا فريمون أنا ما كانش على بالي باللي يحبوه بزاف بزاف في الجيري، وكانوا ويرسلوا لي دي ميساج يقولوا لي احنا نحبوا بزاف ونتبعوا بزاف ونشوف لي فيلم تاعو، ميم للمسرحيات باسكو كاين مسرحيات يعرضوها في لا تيليفزيون وي، يعني يشوفوها باغ اكزومبل المسرحيه كيما يوم عاصف جدا مع مديحه كامل، صلاح قابيل، نجاح الموجي اللي دار فيها لو رول تاع دكتور العصافير، يحبوا بزاف لو ريبريزونطاسيون هذه ايه ايه باسكو دار فيها ان رول تري كوميك تاع دكتور العصافير هذا، ميم لي زونفون يحبوا الرول تاعو هذا مالغي بلي هو ماشي كان قريب منهم وي باسكو على بالك كيفاش كان يدير الرول هكذا قريب من بزاف من لي زونفون، ميم هو لي تري تاعو لي تري فيزيك تاعو هو على بالك هو شويه يتشبه لي زونفون هكذا، لي زونفون يحبوه بزاف، ميم كي يدير دي ريبريزونطاسيون تياترال لي زونفون كانوا يروحوا عليه ويحبوا يروحوا سيغ لاسان ويتلاقوا به ويديروا دي فوتو ويهدروا معاه، ميم هو خطرات كان يفوت للعسال باش يهدر يدير ديسكسيون مع لي زونفون وهكذا، كانوا يحبوا بزاف كان يحبوه بزاف كان قريب من الاطفال بزاف بزاف وي. يعني شفنا تعامل مع كبار الفنانين، مازالكم توجور يعني في عندكم علاقات مع الاسماء الكبيره هذه، الفنانه ليلى علوي، الفنانه عادل امام، كاين هم شوفي صداقه، هم صداقه كبيره بزاف بيناتهم ويحبوا بعض بزاف، هو الحمد لله يعني ما كانش ديما يقولوا ما كانش اللي ما يحبش حسن الديب، هو عنده العلاقات تاعو مع كاع لي كوميديان ولي كوميديان مليحه بزاف، هو انسان طيب بزاف يعني تري زيمابل، العلاقه تاعو مليحه افيك تو الموند، يعني كان لي بروش لي باغ اكزومبل بيان سور عادل امام كان يحبه بزاف بزاف، كان ديما يعيط له في التليفون يسقسي عليه هكذا، كي ما يكونش عنده تورناج يقول له وين راك علاش ما جيتش اليوم، يقول له انا ما عنديش تورناج اليوم، يا صاي بالمصريه ماشي بالجزائريه بالمصريه بيان سور. نجاح الموجي قريب لي بزاف بزاف، فؤاد خليل، سيد عزمي، فاروق الفيشاوي، سمية الالفي، سامح السريتي، احمد بدير، هادو كامل اسماء كبيره كلها، هادو كامل لي زامي بروش وي لي زامي تاع بروش. مازالكم على تواصل معاهم؟ بيان سور، يعني اللي كاين اللي احيا واللي كاين اللي توفى كاين اللي ربي يرحمهم. وحبيت نعرف شنو سر اللهجه الجزائريه تاعك؟ شفتي نهضر الجزائريه مليح بزاف تقدري خير مني باسكو كاين اللي ما يعرفوش باللي عندي دي زوريجين الجيريان من الكوتي ماتيرنيل، دونك هكذا راني نهضر جزائرية مليح ونحب الجزائر بزاف ولو بوبل الجيريان، يعني نقول لهم نحبكم بزاف بزاف بزاف. يعني على حسب الهضره تاعك ماهيش اول ماهيش اول زياره نقول لا 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 بيان سور بيان سور مو الفنجي بيان سور نحب الجزائر بزاف ولو بوبل الجيريان بوبل تري جينيرو تري ايمابل تري اكويون، يعني انا نحبهم بزاف ونحب الالجيري بزاف بزاف. الوالده تاعك جزائريه حنان؟ عندها دي زوريجين الجيريان من الكوتي ماتيرنيل هي تاني. اوكي يعني الجده ديالك من الجده الجده إيه جزائريه اكزاكتومون. وشنو المناطق اللي زرتيها في الجزائر واللي تحبيها بزاف؟ انا حوست في الجزائر، انا نحب الجزائر كامل، نحب الجزائر كامل، الجزائر كامل شابه بزاف والله يبارك يعني. مرحبا بك، الجزائر بلدك، ما نقولكش بلدك الثاني لكن هي بلدك الاول ثاني مع الى جانب مصر. مرحبا بك حنان دائما ونشكرك على حضورك معنا. ميرسي، انا اللي بشكرك على الاستضافه وميرسي بوكو. شكرا حنان.